كل متابعي اليوم السابع، اكون معاكم النهارده انا محمد قاسم في لايف جديد، وهنتفرج النهارده مع حضراتكم على الفوانيس رمضان وايه الانواع الجديده السنه دي اللي نزلت واحدث الموديلات في الفوانيس. وهيكون معانا النهارده الاستاذ مينا، هيكلمنا عن ايه الجديد السنه دي في فوانيس رمضان. مساء الخير يا استاذ مينا. عايزين بقى نعرف من حضرتك السنه دي ايه احدث الاشكال الجديده من الفوانيس. اولا يعني بقى من الاول لو سمحت، بس يعني الفوانيس السنه دي احدث حاجه بالنسبه لي. نعم، من احدث الحاجات اللي نازله السنه دي البلورات اللي زي كده، الهلال ده اول سنه ينزل السنه دي، الفانوس الفورجيه المستورد اللي زي كده. ورينا كده الفورجيه الجديد ده بقى. ده أول سنة ينزل السنة دي، فانوس الفورجي ده. أسعاره إيه بقى وإيه أغلى فانوس؟ يعني أغلى فانوس حاليًا الفانوس المربع الأسود اللي فوق خالص، اللي على الشمال. لا فانوس اللي هو مثلًا بيستخدموه الأطفال وكده. جو يا باشا، جو. بعد إذنك عايز أصور الشاي. طبعًا ده برضو من أجدد الفوانيس اللي نازلة السنة دي. ده لسه نازل جديد، أول سنة ينزل السنة دي. الاسعار بقى بتبدا من كام؟ الاسعار في الفوانيس المصري من اول المازدا كده بيبدا من اول 120 جنيه. الفانوس بالكهرباء بتاعته بكل حاجه. وطبعا عندنا الشغل المستورد الحلو اللي زي كده. طبعا ده بيبقى حلو جدا في الهدايا وشكله حلو جدا. والتقفيل برضه بتاعه نضيف جدا. يعني انواع السنه دي اللي احنا نقدر نقول بيجو طمطم وفنانيس، البلورات اللي زي كده، شخصيات بكار. طبعا دي برضو حاجه حلوه جدا. من عنايه الاثنين. فنانيس اهو موجود معانا برضو. ده فنانيس معانا برضو اهو بيغني وبينور وبيرقص. السنة ينزل ليه السنة دي فنانيس. سعره كام بقى فنانيس؟ فنانيس دوت عامل 120 جنيه بيغني وبينور وبيمشي. أغلى فانوس بقى السنة دي إيه؟ أرخص فانوس. أرخص فانوس حاجة زي كده، فانوس اللي زي كده دي، يعني في حاجات ب 75 65 45 مش كله. أغلى فانوس طبعًا بتبقى حاجات زي كده. طبعًا الحاجات دي لما بتنور بيبقى شكلها تحفة جدًا، شكلها حلو جدًا في الإضاءة بتاعتها. يعني هنحاول نطلع واحد كده نجيبه. طبعا ده الاضاءه بتاعته حلوه جدا. ده
ده بكام بقى؟ دوت عامل 350 بس ده نحاس. شغل طبعا نظيف جدا وتقفيل حلو جدا. وطبعا في تشكيله كبيره برضو لسه هتنزل ولسه هتيجي. بس احنا لسه بس في البدايه يعني. اسعار السنه دي عامله ايه؟ اسعار السنه دي زي السنه اللي فاتت بالظبط. يعني بامانه ربنا ما فيش اي زياده. بالنسبه للمصر او المستورد نفس الاسعار نفس الرينج. ما فيش حاجه جديده. بكام؟ الفانوس دوت بالكهرباء بتاعته بكل حاجه عامل 300 جنيه. وفي اللي زي دوت عامل 120 جنيه. فانوس بالكهرباء بكل حاجه. ده ب 120. 120 ده عباره يعني مكون من ايه؟ ده مكون من الصاج المصري ومحطوط عليه الازاز اللي زي كده المطبوع. واحنا طبعا لما بنجيبه بنركب له السلك والكهرباء وكل حاجه. الفانوس الكبير ده بقى نشوف الكبير كده دوت عامه اسمه برج. ده الفانوس البرج. ده اسمه ابو شقه. بيفرق ايه يعني؟ اشرح لي. بيفرق الاسم بس الشكل بتاع الفانوس والاسم. وفي حاجه زي كده اسمها ابو ولاده. ده فانوس ابو ولاده. ابو ولاده؟ اه. ده من زمان جدا الفانوس ده معروف. يعني ايه الفرق بينه وبين الاسماء التانية؟ يعني الفانوس دوت بيجي معاه فوانيس صغيره ملحومه فيه زي كده. ده اسمه ولاده. ده بيبقى واخد زي الشقه، شقه البطيخه هم مسمينه ابو شقه. في ده البرج. طبعا البرج ده في منه مقاسات كتيره جدا. الكبير قوي ده. والكبير دوت برج. في حاجه زي كده وفي منه مقاسات اكبر كمان. في مقاس بيوصل لغايه 2 متر. نعم ده مقاسه متر. متر كام بقى خلينا اقول لحضرتك سعره. حاضر. ده سعره عامل 275. جميل والله. طبعا عندنا فوانيس لغايه كده توصل لغايه 2 متر ارتفاعها. يبقى سعرها كام بقى ال 2 متر؟ ال 2 متر ده على حسب الشغل اللي فيه. يعني في حاجات ب 500 و600 و700 حسب المقاس بتاعه حسب الشغل اللي فيه. موسم بقى بيع الفوانيس بيبدا من امتى لحد امتى؟ بيع الفوانيس بيبدا من اول شعبان. كفي القطاعه عندنا للزبون بيبدا من اول واحد شعبان. بيستمر مثلا لغايه نص رمضان. ان الناس بتشتري الزينه والفوانيس بتجهز قبليها. لكن في الجمله بيبتدي من اول رجب. طبعا احنا بنشتري برضو بنجهز وبنفرش بعد كده وبعد كده الزبون بيشتري. نسمع بقى الاصوات بقى الاغاني اللي موجوده في الفوانيس دي. ممكن نسمع حاجه كده من عيني؟ ده مثلا طبعا ده في دعاء حلو جدا انا كمينة بحبه جدا. اه شغال بس هو عشان الدوشه بتاعته بس مش واضح. رمضان بقى وحلو وحلو رمضان كريم حلو. ده بوجي بقى. ده بوجي البوجي ده عامل 120 بيمشي بيغني وبينور. هو يلف لوحده. لا هو يلف لوحده. ده احدث حاجه. اه بوجي وطمطم دول احدث حاجه نازله السنه دي على الشكل دوت. وفي منه طبعا الفرانيس. طبعا عندنا الشمعة اللي على شكل هلال دي ديكور حلو جدا. طبعا دي الشمعة ديت عامله 25 جنيه. يعني النهارده ممكن الاسره المتوسطه يعني تشتري الفرانيس لاولادها باسعار معقوله يعني. طبعا وفي تشكيله كبيره لسه هتنزل باذن الله الاسبوع الجاي. هيبقى في تشكيله كبيره طبعا المفارش والزينه عربيات الفول والكنافه عربيات البطاطا والترمس المسحراتي. بنبيع فوانيس من امتى؟ بنبيع فوانيس من سنة 2000. ايه الفرق بين زمان ودلوقتي في الفوانيس؟ من الفرق ما بين زمان ومن دلوقتي ان زمان كانت اغلبية الفوانيس مستورد مصري. دلوقتي بقى الاغلبية بتاعتها بقى مستورد. يعني اغلبية الفوانيس كلها كانت بتبقى حاجات زي كده اللي هو الصاج المصري بتاعنا. لكن طبعا المستورد نزل حاجات زي كده. التشكيله دي كلها اغلبيتها مستورده. مفيش غير دول بس اللي مصري الباقي كله مستورد. حتى اللعب اللي زي كده بتبقى مستورده مش مصري. ده الفرق. ده الفرق ما بينه ما بين زمان وبين دلوقتي. طبعا كل سنه بيبقى في تقدم. يعني لسه عاملين الموضوع المفارش ده جديد ما كانش من زمان. المفارش بتاعت رمضان الجاهزه اللي الزينه ده اللي كان زمان بس. طبعا ده اللي كان موجود زمان بس. بوجي بقى سعر الفانوس بوجي ده بوجي دوت عامل 120 جنيه. بوجي او طمطم او فرانيس بكار
اللي بيمشي وبيغني وبينور. وفي علبة التمر برضو اللي زي كده طبعا ديت هتبقى شغاله حلو قوي السنه دي. نعم فرانيس نشغل ولا مش شغال؟ وفي تشكيلة كبيرة لسه تنزل بإذن الله. زي ما حضرتك شايفين تمارين السابع احنا دلوقتي في محل بيع الفوانيس وسنة حضرتكم طيبين. طيبين. بشكر حضرتك يا أستاذ مينا وشكرا جزيلا.